عسلامة الناس الكل، باش نعمل فيديو صغير باش نحكي على اليسار، خاطر ثم برشا ناس قالت كلام غلط، ثم ناس حاولت انها تكذب، ناس حتى وقت المساء بيركبوا على الاحداث. اللي صار البارح، اللي انا في الخدمه بديت نحس في وجيع، وبديت نحس في قلق كبير وضيق تنفس مش نورمال، وبديت نتقلق ونتعب وتنميل في بدني كامل. سامحوني يا خاطر التليفون قص، بديت نحس في تنميل في بدني الكل وجاية. مشيت للزملاء في الانسبيسيون، عطاوني 5 طبيب سكر، عطاوني لوز ما، قالوا لي على ارهاق لعل تعبت والكل، ولكن حسيت شويه تفهي ورات اليوم نخدم. كملت ربط الماء، نحس في روحي باش يعاوني شويه معنا على جات لي نحس فيها، ولكن بشوية ولا شطري اللي صار القلق الفس متاعي بالحق ضيق ضيق على الاخر، تنميل كبير في بدني الكل، تعب حسيته كم سي معناها عم ماشي وما عادش نجم نسيطر على روحي. نص النهار هزيت كهدي وروحت، عيني ما عادش نجم نرى بالقدا، ما عادش نجم في الطريق وقفت، ما عادش نجم نسوق بالباهي. وقت اللي وصل بحذا انا اخر تليفون عملته رجال دار، ما قلت لهم راني باش نموت، راني بحذا الدار. دي اخر تليفون معناها عملته، هبط لي بابا ديجا قاعد شادي في كرهبتي، خاطر شطري صار ما عادش يتحرك، عاش نجم نتكلم، لساني يرزن فمي يرزن، حاجه في فمي مانيش فهمتها شو جاي. سامحوني خاطر برشا ناس قاعدة تطمين عليا، وجاية كبيرة في القفص، صدري ضيق نفس، ما عادش نجم نتكلم، ما عادش نسمع الأصوات، ولكن ما نجم نرجع لحتى واحد. عائلتي طلبوا مستشفى الجامعي فرحات حشيد، ولكن ما جاونيش. طلب خويا ديجا الأمن يعطيهم الصحة، وجاتني الحماية المدنية تليفونات، خاطر جاتني الحماية المدنية يسخيلوها جلطة، خاطر ما نجمش نحرك الشطر متاعي، الشطر الكل ما نجمش نحركه. سامحوني خاطر برشا تليفونات. من بعد هزوني بالأكسجين، برشا تليفونات. سامحوني بديت نحس روحي نرجع شوية بالأكسجين، ولكن الغريب في الأمر اني انا رالي بدني لاباس، ما عندي حتى قلق، ما عندي حتى مرض، ما عندي حتى شيء، لا متقلقت لا بدم لا بسكر لا حتى شيء، ولكن تو دانكو وقت اللي نوصل للانعاش الاستعجالي، وقت اللي نوصل للانعاش الاستعجالي يلقاو عندي 0.2 ومن بعد 0.4 سكر، اللي هي حاجه غير طبيعيه، ما تطيش انسان لاباس. ومريض السكر وقت اللي يخضع على السكر يرجع، ولكن انا رغم السكر يخذي برشا تليفونات، ولكن انا رغم السكر اللي خديته ورغم عطاني جي دي 3 كعبات وجي طون 3 كعبات، ولكن السكر متاعي ما حبش يفوت 0.4. عملوا لي لي سيروم الكل، هما ينحيوا السيروم وانا تصير لي شوت ديريكت اللي ترجع لي 0.2 و0.4، اللي هي حاجه غير طبيعيه، ماهيش مفسره جمله، حتى الطب ما فهموهاش، ما فهموش شنو اللي صاير، تحاليلي الكل لاباس، ولكن ومن بعد شو غير ومن طونسيون طالعه برشا. بالحق تخربت بالزرير قمي يعطيهم الصحه، منعوني من الموت. المدي ساعه نتاع اللي باش خرجت من الانعاش استعجالي، بالحق عملوا معايا مجهود كبير برشا. ثم طبيبه اللي قعدت نتفكر اسمها،
رفله الانعاش الاستعجالي نقولها يعطيك الصحه، معناها بالحق وقفت معايا برشا. قعدت معايا العقاد باللي بس عليها الصحه. التقرير الطبي عندي يفيد انه اللي صار لي ماهوش طبيعي. برشا تليفونات سامحوني، غادي قصر مانيش باش نجم نقعد معاكم برشا. الحمد لله الامن كان معايا بالحق يعطيهم برشا تليفونات كالعادة، سامحوني ما بخاطر تعب مش نجم نحكي معاكم برشا، لكن ثم معلومة لازم الناس الكل تعرفها انه فجأة بقدرة الناس لازمها تعرف ان دبوس المعلومات الشخصية اختفت من المكتب بتاعي وقت اللي انا في انعاش، وهي دليل كبير انه حطوا لي فيها حاجة. بالحق انا باش نقول كلمة واحدة، الحمد لله انا رجعت من الموت، كانت محاولة باش يرتاحوا مني، ولكن الحمد لله عملوا لي حاجة ايبو جليسيميوت باش يتيح لي السكر برشا ويصير لي اري كاردياك، وحتى واحد ما يعرف شنو اللي صار لي، ولكن الحمد لله لاباس وربي كبير وبدني قاوم والف شكر للإطار الطبي والشبه طبي بالانعاش الاستعجالي سلول، هما اللي منعوني من الموت بالحق. وسلام.